طيب ست سارة، احنا اليوم بالتأكيد من واجبنا انه نوصل المعلومات الكاملة للسادة المشاهدين، لذلك ايضا حابين ناخذ فد أمثلة تطبيقية عن بعض الحالات والممكن نقول اللي هي اكثر شيوعا اليوم بالمجتمع، اللي ممكن انه احنا نوصل معلومات للمجتمع من خلاله. عندنا موضوع السكتة القلبية اللي هو فاقد الوعي لا يتنفس. شلون اعرف انه هذا الشخص فاقد للوعي بالبداية؟ انه احكي وياه، احاول احكي وياه دائما من الاذنتين، ما احكي وياه من مكان واحد، لانه احتمال اثناء الوقعه مالته صارت عنده اصابه وهو اصلا ما يسمع، عنده اصابه بوحده من اذانه. فاحكي وياه من الاذنتين، احاول انه الزم ايدي، اقول له الزم ايدي، اشوف اذا يستجيب او ما يستجيب، رمش بعينك اللي هي ابسط شيء، يعني عضله العين انه يقدر يرمش بها او ما يرمش بها. ما شفت اي استجاب لي نهائيا، ما شفت اي استجابه، فبهذه الحالة رح نقدر نحدد انه هو فاقد للوعي، بس بعدنا لحد لما نعرف انه هو يتنفس لو ما يتنفس. رح اطبق التنفس، يعني حقدر افحص انه هو شخص يتنفس او ما يتنفس بثلاث طرق: ارى، اسمع، اتحسس. ارى بعيني على منطقة الصدر والبطن، اشوف انه هذا ترتفع وتنخفض. اسمع باذاني صوت انفاسه طبيعيا. اتحسس، اتحسس بخدي انه اكو هواء دا يصير على خدي يخرج من الانف او من الفم. في حالة أنه سمعت الأنفاس تكون غير طبيعية، مثلاً دائماً الشخص اللي عنده سكتة قلبية نسمع صوت شهقات أو صوت شخير، معناته هذا الشخص فاقد للوعي لا يتنفس، مصاب بسكتة قلبية. أنا لازم أحاول أسعف لهذا الشخص. طبعاً قبلها لازم أنا أتصل بالإسعاف حتى أحاول أنه بينما أحاول أنا أنقذ الشخص تكون الإسعاف واصلة. شنية الأشياء اللي لازم نسويها؟ مثلا عندنا هذه الدمية احنا نقدر نطبق عليها، لازم نطبق على ارض، على الارض لازم تطبق، ما يصير تطبق على سطح مثلا على سرير، لانه حتكون الضغطات غير فعاله. راح اقعد يم الشخص. لو هناك ساره مو افضل على الكاميرا، هاي كاميرتك. اوكي. راح اضغط على عظمه القص بين حلمتي الصدر، على عظمة القص راح تكون هذه الضغطة. أبعد لك هاي شوي، تكون بكعب الإيد، أيضا بكعب الإيد، دائما كعب الإيد تكون قوية كفاية. فأضغط بعظمة القص، على عظمة القص تكون الثقل من اجتافي مو من إيدي. أضغط، برأيكم كم ضغطة أضغط لازم؟ 35 ضغطة. 1 2 29 30، ضغطت 30 ضغطة. راح اجي اخلع الراس اللي هي الراس، اخلي ايدي من هذه الاتجاه، مسلسل التركي اشتغل، واسد الانف، اسد الانف وافتح الفم، انطي نفسين من فم الى فم مع غلق الانف حتى لا يخرج الهواء من الانف، انطي نفسين، 1 2 وارجع 30 ضغطه، نفسين 30 ضغطه، نفسين، واظل مستمر حتى بحاله الغرق او بس السكته القلبيه. في حالة الغرق الشخص الرئتين عنده ممتلئة بالماء، فما راح تفيده هذه الحالة. الحالة حتكون بالعكس، انه اقلبه واحاول انه شلون خلينا نقول اخضه للشخص. الله يسامحهم بالمسلسلات التركية عم يدلونا غلط. ليش نقول عندنا اخطاء، دائما اخطاء شائعة بهذا المجال. حتى في ملاعب كرة القدم ايضا اكو اخطاء في نقل المصاب، في وضعية اسعافه يعني داخل الملعب، يعني نشوفها احنا دائما هاي الفيديوهات وزملائنا هم يشوفوها، يعني هاي يعني من الاخطاء الشائعة اللي تصير يعني ويا لاعبين كرة القدم.